هكذا بدأت الصورة بعد أن توقفت الحرب التي دارت رحاها على أرض مديرية عسيلان بين القوات الشرعية والحوثيين قبل 3 سنوات. دمار طال المنازل والمرافق الحيوية الأخرى، مما نتج عنها تشرد كثير من الأسر، وأضحى بعضهم بلا مأوى ما عدا خياما بالية يسكنونها، منتظرين وعود إعادة الإعمار التي لم يتم البدء فيها حتى اللحظة. هذه المنطقة عندما دخلت الحرب وهي كانت عامرة بالبيوت والمدارس والمستشفيات، ومن خلال هذا الحرب خلفت لنا التدمير الشامل للبيوت والمدارس والمستشفيات والطرقات، وإلى حد اليوم لم يلتفت النظر إلى هذه الأماكن المدمرة من قبل الشرعية أو من قبل التحالف. أكثر من 800 منزل إضافة إلى عدد من المدارس والمستشفيات دمرت أثناء الحرب، مما جعل المواطنين الذين تضررت منازلهم يطلقون المناشدات للحكومة الشرعية والتحالف العربي بالإيفاء بالتزاماتهم بإعادة بناء منازلهم التي دمرتها صواريخ الطائرات وقذائف المدافع. تعرضت عدد من منازل المواطنين وعدد من الأعيان الثقافية مثل المؤسسات الحكومية كالمدارس وغيرها للتفجير والتخريب جراء النزاع المسلح والحرب التي حصلت في محافظة شبوة في مديرية عسيلان. نطالب التحالف العربي والسلطة المحلية والمنظمات الدولية العاملة في محافظة شبوة للعمل على إعادة إعمار ما خربته هذه الحرب، بناء المنازل والتعويض العادل وفقا للقانون. منذ أن توقفت الحرب في مديرية عسيلان لم يلتفت للمتضررين من تبعاتها أحد، وتتزايد معاناة السكان يوما بعد آخر في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة، متأملين من الجهات المعنية الإسراع في بناء منازلهم وعودتهم إليها. عوض صالح، لقناة المهرية، شبوة.